في آخر فصل كان كورابيكا يبحث عن فرصة كي يسمح للملكة باستخدام قدرته، القدرة التي استعارها من الحارس السابق والتي تخوله إلى التحكم بالكائنات الصغيرة، ونفس القدرة أعطاها للملكة أويتو كي تستخدمها هي، لكن حراس الأمير الثالث وجندي الأمير الأول محيطون بهم، ووقت كورابيكا ينفد كلما ظلت القدرة مفعلة، فكيف سيستخدمونها في ظل كل هذا؟ مرحبا جميعا، عدت لكم بمراجعة فصل جديد لمانجا هانتر، فصل كالعادة مليء بالأحداث، مع أن فقط ساعات مرت على بداية الرحلة، لكن كورابيكا تواجهه مشاكل عدة، وأصبح الصنف المانجا بوليسي وجرائم وقتل، وفي هذا الفصل ستكون أول ضحية لهذه الحرب. إن لم تشاهدوا الفصول السابقة ستجدونها هنا أو في خانة الوصف تحت المقطع، وإن أردتم مقاطع أخرى فاشتركوا في القناة وتابعوني على الإنستغرام وتويتر. هيا لنبدأ. أظهرت الملكة أويتو ذكاءها في هذا الفصل، وهذا يظهر براعة توغاشي في اختيار شخصيات لها دور مهم في تغيير الأحداث وليست ذكية فقط من أجل موقف ما. حارس الأمير توبيبا ماور يأتي إلى غرفة الأمير وابول كي يستخرج معلومات عن النين. يخبره كورابيكا بأن كل الحراس يجب أن يتواجدوا لكي يسمعوا شرحه للنين، كل هذا من أجل أن تكون المعلومات متساوية لجميع الحراس. ماور واثق من نفسه ويخبر كورابيكا أنه لا يمانع وجود حراس آخرين، لأن ما يهمه هو كيفية استخدام المعلومات، أي أنهم واثقون باستخدامهم للمعلومات بحكمة عكس الأمراء الآخرين. لكن كورابيكا يفكر في نفسه أن في النين ليس كل ما يرونه هو الحقيقة، فالملكة حاليا مفعلة قدرة كورابيكا لكنهم لا يستطيعون رؤية ذلك. يخبر كورابيكا بيل بأن يحرس الملكة وينوي أن يذهب لآخر غرفة كي يترك الفرصة لبيل بإيجاد حشرة لتتحكم هي بها، لكن بابي مينيا يشك فيهم فيخبره أن الملكة يجب أن تكون حاضرة، فتذهب هي معهم ويبحث بيل وشيمانو عن الحشرة. يشرح كورابيكا وحوش النين للحراس ويخبرهم بأنهم يتغذون على هالة الأمراء، وفي هذه الأثناء تلمح أويتو صرصورا في السقف والكل ينتبه له. يتساءل بابي مينيا والحراس عن سبب اهتمامهم بحشرة، لكن الملكة أويتو تستخدم حيلة ذكية وتخبرهم أن يقبضوا على الحشرة المقززة وأن لا يقتلوها هنا. هكذا لن يشكوا في الأمر، وما فعلته هو شيء طبيعي لملكة أن تأمر به، لكن كورابيكا يستغل هذا الموقف لصالحه كي لا يضيع فرصة القبض عليه، ويحاول فعلها حتى مع وجود بابي مينيا وهو الوحيد الذي يستخدم النين من الحراس. ينادي بيل من الغرفة التالية ويأمره بالقبض على الصرصور بقدرة النين خاصته. يخبر الجميع أن ما سيفعله سيكون مثالا حي على النين، لكننا نعلم أن بيل ليست له قدرة للتحكم بالحشرات، بل أويتو هي من عندها دلفين كورابيكا، لكن الدلفين لا يستطيع رؤيته أحد غير أويتو وكورابيكا، وهذا مثالي كي يضع تمثيلية على أن بيل هو من أرسل هالته ليتحكم بالحشرة. وفعلا ترسل الملكة الهالة وتعطي الأمر للدلفين بتفعيل القدرة، أما بيل فيمثل على أنه يستطيع التحكم به. تتمكن الملكة من التحكم في الصرصور وتمثل على أنها تعبة كي ترتاح وتستطيع مراقبة غرف الأمراء. بابي مينيا يفعل الإن خاصته ويعرف أنهم أرسلوا الصرصور عبر قنوات التهوية. تبدأ الملكة بالمراقبة بدءا من غرفة الأمير مرايان، تسجل في نفس الوقت عدد حراس الأمير وتلاحظ أنهم أكثر من العدد المفروض لكل أمير، فتفكر بأنهم على الأغلب في غرفة أخته الأمير موموس. تذهب الملكة بالصرصور إلى غرفة الأمير موموس، وأول ما تراه هو موموس نائمة ويتم خنقها من طرف حارس ما. تصرخ الملكة أويتو وتحاول أن توقف الحارس، يهدئها كورابيكا ويخبرها بأنها كانت تحلم فقط كي لا يتم كشف تمثيليتهم لأن بابي مينيا يراقبهم، لكن مع ذلك الملكة تصر على الذهاب لرؤية الأمير. يوقفها كورابيكا ويقترح أن يتصل بغرفتها، فيفعل بابي مينيا ذلك. الأمير موموس ماتت باختناق، وأويتو تندم لأنها لم تستطع إنقاذها.
يستغرب بابي مينيا بعد أن كشف أنها هي من تستخدم النن، لكنه لا يسألها عن ذلك، بل سؤاله كان عن لماذا صرخت مع أنه لا داعي لصراخها، بل سيضر فقط بمصلحتها. تضحك الملكة لأنها محض سخرية بالنسبة لهم، ولأنها تهتم لابنة زوجها، فهي في الأخير أم، وهذا يعطيها جانبا إنسانيا لشخصيتها ويظهر أخلاقها العالية. تكمل الملكة مراقبة الأمراء الآخرين وتخبر كرابيكا أنها تفعل هذا من أجل ابنتها وكي تقلص المخاطر المحيطة بها وليس من أجل كرابيكا، مع أنه أيضا يفعل كل هذا لحمايتهما معا. يستغرب الحارس من عدم حماية وحش النين لموموس. يخبره كرابيكا أن الأميرة نامت في وقت مبكر، أي أنها كانت مرهقة كما رأيناها في الفصول السابقة، لأن وحش النين خاصتها ذهب إلى غرفة الأمير وابول وقتل جنودها، فيعني أنه استنزف منها طاقة كبيرة والتي جعلتها تنام، وبنومها لم يعد لها أي هالة. وبما أن وحش النين يتغذى على هالة صاحبه، فإن لم يجد أي هالة فلن يحمي الأمير، ومن قتلها يعلم بهذا تماما. قاتل الأمير موموز يرجح بأنه واحد من حراسها، لأن كل من كان يحرسها كانوا جواسيس، أما حراسها فهم يحرسون أخاها الأمير ماريام. حارسين كانا في فترة راحة، ويشك هانزو أن واحدا من هذان الحارسان هو من قتل الأمير. يظهر هانزو غاضبا، وبحكم أنه نينجا يعرف تماما كيفية استخدام نسخة، ومتأكد أن القاتل سيهجم من جديد. إن كان قد استخدم نسخة فالقبض عليه سيكون من صالحه، إنه عندها ستكون عنده حجة غياب ونسخته ستفي بالغرض، لكن شروط الاستنساخ معقدة فتستلزم كثيرا من التركيز، أي أنه كان مستريحا، ولهذا مرجح أنه واحد من الحارسين اللذان كانا في فترة راحة. منذ الأرك الأول لم نرى هانزو، لكن ظهوره الآن وبهذا الغضب سيزيد من التعقيد والحماس. تتذكرون حينما كان يقاتل جون؟ لم يرحمه أبدا مع أنه كان طفلا، والآن هو يحس بالندم لأنه لم يستطع حماية الأمير موموس، فبالتأكيد سيجعل القاتل يدفع الثمن. يضيف كرابيكا أن قدرات النين ممكن أن تكون أقوى بكثير، لكن على حسب الشروط، وكلما ازدادت المخاطر ازدادت المكاسب أو القوة، وهنا يقصد القيد والقصد. يخبره بعدها بابي مينيا أن الحراس يريدون معرفة المدة التي سيستغرقونها لتعلم النين، فيخبرهم كرابيكا بأنه يستطيع تعليمهم الأساسيات في ظرف أسبوعين، وهذا شبه مستحيل لأن حتى الموهوبين يستغرقهم تعلم النين 6 أشهر، لكن كرابيكا عنده خطة سنعرفها قريبا، ويقرر أنه سيعلمهم النين، لكن بشرط واحد، أن يتم إخبار جميع الأمراء بهذا، أي سيعلم كرابيكا جميع حراس الأمراء إن أرادوا ذلك. بابي مينيا يتفاجأ أن كرابيكا يفعل المستحيل كي يحمي الأمير ويتجنب القتال والحرب ضد الأمراء. 10 أمراء قرروا إرسال حراسهم باستثناء الأمير كاميلا والأميرة تايسون. يتم الاتفاق على البدء في شرح النين صباح الغد. حتى الأمير الأول سيرسل جنوده مع أنهم مستخدمين النين، لكنه يود مراقبتهم عن كثر. يضع كرابيكا حدا أقصى للمشاركين، وهو 2 لكل أمير. في هذه الأثناء وحينما يتحدث بيل، كرابيكا يبدأ بالإحساس بألم شديد وقلبه يدق بسرعة. يدرك بأنه تم استخدام قدرته العين الصغيرة ل3 ساعات، مما يعني أن سنة وشهرين من عمره نقصت، لكنه يقلق على جسده الذي لن يتحمل وليس على حياته، وسرعان ما يغمى عليه أرضا. في غرفة الأمير الرابع يظهر وهو يتدرب على الجيو ويتعلمه بسرعة مخيفة، لكنه سمع على أن كرابيكا سيعلم النين في ظرف 2 أسبوع، فيهدد ثيتا بما إن كانت ما تقوله هو الصحيح، أي أن أساسيات النين تستغرق 6 شهور لتعلمها. تخبر أن تعلمها في 2 أسبوع ممكن، لكن الطرق التي سيستخدمها ستكون خطرة، وأن طريقتها هي الأفضل، مع أنها هي من قالت أن طريقة تعليمها ستكون معرقلة لتقدم الأمير، لكنها لم تكذب بشأن أساسيات تعلم النين. فور تهديدها يظهر حارس الأمير خلفها ويخبرها تسيريدنيش أنه يكره المرأة الكاذبة، خطوة واحدة خاطئة ستعني موتها، هل يجب أن يثق بها أم لا؟ وماذا إن اكتشف ما تخطط له؟ أخبروني رأيكم في التعليقات عن ماذا سيفعل تسيريدنيش حين ذاك.
وإن أعجبكم المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم مقاطع أخرى عن مانجا وأنيمي هانتر. شكرا على الدعم في حسابي باتريون، وإن كنت تريد دعمي فستجد الروابط أسفل المقطع. أراكم في مقطع قادم.